أولى محطاتنا الصباحية ليا رح نبداها مع عالم التكنولوجيا والإنترنت. رح نحكي عن موقع أصبح واحد من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الأعمال، بناء شبكة علاقات بين الأشخاص. لينكد إن، موقع البحث عن وظائف، أكيد بيستخدمه كتير على مستوى العالم. أكيد سالي، سواء كنت صاحب عمل أو عم تدور عن عمل أو بتطمح لحتى تحسن فرصك بالوظيفة، لينكد إن فيها تساعدك إنه يعني يكون بصدد إلقاء نظرة على الأشياء يلي هو بحب يشتغلها ويطور حاله فيها. رح نحكي أكثر شو هو لينكد إن مع مهندسة المعلوماتية منار قسام. أهلا وسهلا فيك منار. صباح الخير ليا. صباح الخير. صباح يسعد الخير. صباحك منار. بداية، يعني عالم التكنولوجيا هو عالم واسع، في شيء جديد هيك نحن عم نتعرف عليه يمكن، وحتى مشاهدينا سمعوا فيه يمكن لأول مرة، ما رح نجزم الكل ولكن في منهم سمعوا فيه لأول مرة، بدنا تعريف منك عن هذا محرك البحث. صحيح سالي، في كتير ناس ما أنا سمعاني بموقع لينكد إن، وبالمقابل في ناس لا سمعاني فيه وعاملة أكاونت عليه. شو هو لينكد إن؟ لينكد إن هو موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، مثل تويتر، مثل انستغرام، لكن يصنف ضمن فئة البروفيشنال سوشيال نتورك، يعني هي مواقع التواصل المهنية لنقول. هو الموقع بالحقيقة ما له حديث العهد، هو تقريبا بال 2002 2003 انشئ هذا الموقع، نحط قيد الاستخدام، صاروا اليوزرز يقدروا يعملوا اكونتس عليه. الموقع منتشر، تقريبا شي 180 مليون يوزر بفوت على هذا الموقع. مين بيسجل فيه لهذا الموقع؟ بيسجلوا فيه كل حدا عنده اختصاص، ما كل حدا عنده مهنة عم بيشتغل، أو حدا متخرج جديد من الجامعة حابب أنه يحصل على فرصة عمل. هي بالأساس لنحنا نعرض خبراتنا المهنية العملية ونحاول نحصل على فرصة عمل لنا. نعم منار، يعني نحنا حكينا أنه لينكد إن يمكن كتير عالم مو سمعاني فيه، خلينا نعرف كيف طريقة استخدامه. يعني أنا بتفوت على مثل الفيسبوك، بعمل أكاونت وبده يكون إلي إيميل وهيك، هلا بتضيف عالم والعالم بيضيفوني، خلينا نتعرف. هلا نحن هو صفحه بعمل اكونت لي مثل فيسبوك، مثل الفيسبوك. ايميل وباسورد. نحن بحاجه لايميل فاليد، ايميل نحن بنقدر نفوت عليه نشيك عليه يوميا، بنفوت بنعمل لصفحه لنا. هلا اذا بدنا نحكي على صفحتنا على لينكد ان، شو لازم يكون فيها؟ تمام. هلا اول ما بيفوت، اول شيء لاقول انه بروفايلاتنا او الاكونت تبعنا على لينكد ان هو برايفت، يعني انا بدي حتى تبعتي لي كونكشن. هي الكونكشن هي مثل اد او فريند ريكويست بفيسبوك، بس بلينكد ان اسمها كونكشن. اذا بدك تعملي كونكشن مع حدا لازم هذا الشخص يعمل اكسبت. ذكرتينا بايام الكونكشن تبع الماسنجر، كان يعلق هالكونكشن. تفضلي منى. هون الكونكشن كثير مهمه. هلا اول ما بيفوت الشخص على الصفحه على الاكونت تبعنا على لينكد ان، بيشوف اسم الشخص. الاسم لازم يكون الاسم الحقيقي الواضح والصريح، مو الاسماء المتبعه مثل فيسبوك. بيشوف الاختصاص الاخير، لاست بوزيشن، يعني هو شو اخر شيء عم بيشتغله. بجوز يكون عنده درج بمستويات عمل كثير او كدراسي. بيشوف اللاست بوزيشن، بيشوف البلد اللي هو موجود فيه، بيشوف قد ايه كم عدد الكونكشن اللي عنده اياه على الصفحه. امر مهم، يعني عنده مثلا 10 20 كونكشن، لا عنده 1000، عنده 500، هذا امر مهم. كيف سوق لحاله لصار عنده هالعدد؟ كيف سوق لحاله؟ بكثير قصص كيف سوق لحاله. اول شيء بيهمنا كثير نحن بصفحتنا على لينكد ان، مين هن الاشخاص اللي بدنا نضيفهم عندنا؟ بدنا نضيف اشخاص فقط هن من مجال شغلنا. يعني اذا ليا انت اعلاميه، مين هن الاشخاص المفروضين يكونوا موجودين عندك؟ هن الناس الاعلاميين مثلكم. ما المفروض يكون في حدا مهندس عندك او طبيب او شيء، هذا الشيء بيضعف من البروفايل تبعك. فالاشخاص المحيطين فيك اللي من نفس مجال عملك هن لازم يكونوا موجودين عندك على الصفحه، هن اللي بتعملي كونكشن معهم. هلا لعبي المعلومات، بعبيهم كيف السي في تبعيتي، شو درست، شو عندي هوايات، كلهم بعبيهم كمعلومات، شو بروجكتات، شو اشتغلت، قدمت مشاريع بدراستي بشغله الى اخره. هلا بس بدي اعمل اضاءه على مجموعه من السكشنز بقلب البروفايل مهمين لازم ننتبه لهم. في عندنا سكشن كثير مهم اللي هو سكيلز اند اندورسمنتس. شو هي؟ هذا السكشن فينا نحط فيه المهارات تبعيتنا.
هلا فيها ميزه اضافيه من لينكد ان انه بيقدروا الاشخاص يفوتوا يحطوا مثل اشاده انه مثلا حدا حاطط انه هو بروجرامر مثلا بلغه الجافا، اوكي؟ فممكن الاشخاص تفوت وتحط اشاده انه فعلا هو خبير بهذا المجال، اوكي؟ مثل انا اعتبر مثل اللايك او شيء، يعني عم بياكدوا انه هو خبير، فبيفوتوا الشركات او الاشخاص المهتمين بيشوفوا انه لا في اشخاص كثير عم بياكدوا على هذا الموضوع، فبتعمل ناحيه ايجابيه. صحيح. ممكن تعرفي منار، يمكن هذا هيدي الصفحه اللي انت حضرتك هلا عم تحكي عنها هي صحيح اقل من عدد المتفاعلين مثل الفيسبوك او الانستغرام او التويتر، ولكن هي عن جد بتحقق شيء للذات، يعني فيها دعم للشغل مو بس تسلاي. هلا في كثير عالم بتستخدم الفيسبوك مو ضروري لتتصفح فيه، ممكن لتتسلى فيه، بس هذا الموقع او محرك البحث يمكن متخصص اكثر، متخصص يمكن قديش نحن بحاجه لهيك شيء في ظل النهضه وإعادة الأعمار اللي نحن هلأ بدنا نشهدها. نحن بحاجة له كثير، لأنه كلياتنا بس نخلص دراسة شو هدفنا؟ هدفنا نروح نشتغل، وبس نشتغل هدفنا أما ناخذ خبرة زيادة أو أنه نكسب فرصة عمل جديدة. صح. طيب أنا إذا ما عندي هيك موقع بيجمع لي كل هدول الأشخاص الخبراء والشركات والأشخاص اللي من نفس مجال عملي، شو بدي أعمل؟ بدي أنتظر ليقول لي صديقي أنه في فرصة عمل بمكان ما، أو أنه في شركة عم تطلب موظفين جداد أنا بقدر فوت أقدم عليهم أو أنه أخذ فرصة عمل جديدة. هلا هذا الموقع جمع لي كل هدول القصص، ومو بس هيك، هي مو بس فكرة أنه أنا أحصل على فرصة عمل جديدة. أنت عم تشتغل بمجال عملك، أنت مهيئة لأنك تطور. تشوف شو الخبرات الجديدة اللي عم ينشغل عليها. هلا أبديت لمعلومات. إيه تعمل أبديت كتير مهمة. صح. لأنه في كتير شركات بتفوت وبتحط معلومات كاملة عن مشاريع، عن شغلة، عن أشخاص خبراء بيحطوا خلاصة مسيرتهم المهنية. هذا الشيء كتير مهم لإلنا حتى لو حابين نبقى بمجال شغلنا أنه نطور عملنا، ناخد أفكار جديدة منه. نعم منار، يمكن أي شيء جديد بالتكنولوجيا بده وقت لحتى ينتشر بين خلينا نقول بين يمكن بين الناس، أي بين الناس، بين المؤسسات الخاصة، بين الوزارات، بين كذا بين كذا. خلينا نحكي اليوم كيفية انتشار لينكد إن. هلا لازم نعرف وفي فيه. وفي ايه. انتشار له بسوريا هلا في طبعا له هو ايه. طالع ايه طبعا. هلا نحن حكينا هو مبلش من تقريبا 2002 2003. هلا في انتشار له بسوريا اكيد، بس ولكن مو محبوب. مثل الغرب، مو مثل الغرب. الغرب كثير بيستخدم موقع لينكدين، حتى بالسي في اللي بتتقدم لشركات بيحطوا برا، بيحطوا الاكونت تبعهم على لينكدين. اوكي، نحن عندنا في ناس، لا في كثير ناس بتستخدم لينكد ان. على فكره عنده ميزه لينكد ان انه انت اذا بدك تبعت تعمل كونكشن مع شخص بيبعث لك على الايميل لعندك انه هذا الشخص حابب يعمل كونكشن معك، يعني في سهوله للتواصل اكثر. لازم نعرف الناس مثل ما قلت نحكي عن هذا الموضوع، الاشخاص يلي عم بيستخدموا كمان يحكوا لرفقاتهم انه لازم تعمل اكونت لك لحتى تكون ابديت شوي بالمعلومات بمجال شغلك. تصديقا لحكيك منار، حتى سهل التواصل بين برا، يعني ممكن انت بشركه معينه تتواصلي مع عالم بشركات برات خارج سوريا، خارج بلدنا، يعني هو تواصل عالمي بمجال الشغل، يعني هو الاسهل لتبادل الخبرات، ممكن عن طريق الايميل ممكن يتبادلوا المعلومات، ممكن بشكل مباشر واسرع. قديش كمان هذا الشيء صحيح سالي؟ صحيح. ومشان هيك انا قلت اول ما بفوت الشخص على البروفايل بيشوف بلده، هذا الشيء كثير مهم. انت اذا تحصل على فرصة عمل أو الشركات تشوفك، كثير نحن بنستفيد بشغلنا أو بنطمح إنه نحصل على خبراء ممكن نجيبهم من بلدان ثانية يعني. فأنت ممكن تحصل على فرصة عمل إما ببلدك أو بمكان ثاني. هلا كيف ممكن أحصل على فرصة عمل؟ إذا حبينا نحكي شوي بميزات ولا لينكدين، نحن نشجع العمل بسوريا، خلينا نحكي حتى العمل بسوريا. نحن لازم نشجع العالم على سوريا، نحن لازم نشجع، معناتها لازم نشجع الشركات انه تعمل صفحات لها على لينكد ان تطرح اعمالها وشغلها، وهيك بتحفز ويد الاشخاص ويد عامله بحاجه لها طبعا، وتطرح فرص العمل اللي عندها اياها. تفضلي. يعني كيف اذا انا شركه او انا شخص بدي اطرح فرصه عمل؟ هلا لينكد ان عنده ميزه هي بالسكشن تبع الجوبس، اوكي؟ بسكشن الجوبس فينا نحصل على معلومات، فيك تحصل على معلومات
يعني الشركات اللي انت بدك تشتغلي فيها تحدديها، او حتى مو بس انا ما عم بحكي بمجال كمهندس، ممكن كطبيب، كاعلامي، شو التلفزيونات اللي انا بدي اشتغل فيها، شو هن فرصه العمل اللي بدي اياها اللي اعلن عنها خلال اخر شهر، بس بدي فرصه العمل لإلي انا كخريج جديد، او بدي فرصه العمل لإلي انا شخص عندي خبره بالتلفزيون او بمجال عملي لمده مثلا 10 سنين. اوكي، فينا نحدد شو الخيارات التفضيلات تبعيتنا. هلا في بسكشن الجوبز في عندنا شيء اسمه كرييت انترست. هلا هي الميزه بتعطيها لينكد ان للاشخاص اللي عندهم صفحات على لينكد ان. شو بيقدر يعمل هون؟ بيقدر يطرح فكره انه هو بحاجه لفرصه عمل. ليه؟ بس حلو. ليش بده فرصه العمل؟ وبتنتشر. ليه بدي فرصه العمل؟ بدي فرصه العمل لانه انا بحاجه لغير شغلي، او لا انا حطيت هالانترست هاد لانه انا حابب اعرف انه شو فرص العمل المتاحه هلا، حتى لو ما كنت بدي اغير شغلي. وبقدر حدد كمان انه قد ايه بدي الشغل، بدي اياه مثلا بشركه حجمها كبير كثير، لا بدي اياه بشركه محدوده، بدي فول تايم، بدي بارت تايم، بدي بلش مثلا بعد 4 شهور بدي بلش شغل، يعني اذا بدي اغير شغلي، او بعد سنه، او حاليا هلا بدي اغير. بس ولكن يؤخذ على هاي الميزه. هلا لينكد ان بتقول هي برايفت لانه احنا اذا كنا عم نشتغل بشركه وفعلنا هي الميزة، فالشركة تبعتنا رح تعرف انه نحن عم نبحث على فرصة عمل. بس هي لينكد ان بيقولوا انه هي ميزة عم تعملها برايفت، عم تحجبها عن الشركات اللي نحن بنشتغل فيها مشان ما تعطي هيك انطباع. ايه بس هلا هيك صار في مشكلة شوي يمكن، لانه ثغرة بهذا الشيء، يعني ما بصير انه يكون في هذا البرايفسي طالما انه هو منفتح على العالم. لا هن بس كرمال ما يعطوا يعني نيجاتيف امبريشن، انه انطباع سيء عند الشركه تبعيتك انه انت عم تبحث عن شغل فانت بدك تتركه، يعني بيحددوا الفيك اكونت كمان. ايه اكيد. فكون كثير يعني منتبه لوقتك تفعل هي الميزه يعني. نعم. منار، طيب بيكون فيها شروط لحتى تساعد اللي بحاجه لعمل انه هو يطور مهاراته؟ يعني انت كشروط تسجيل يعني؟ تمام. لا انت مهندسه فتي على لينكد ان عم تدوري على وظيفه، اخترتي بهي الشركه، هل بيعطوكي شروط هي الشركه لحتى اذا في مهارات انت ما بتمتلكيها تطوريها؟ اوكي. هلا هن يعني باي ديفولت رح يحطوا الوظيفه اللي بدهم اياها ويحطوا شو هن المتطلبات اللي بدهم اياها، ريكوايرمنتس. اوكي. فهلا كل حدا بيمتلك الحد الادنى من هي المتطلبات له حق يقدم عليه. هلا بترجع بقى للشركه، هي عم تتلقى طلبات كثير، فاي شخص بتختار منه رح تفوت على بروفايلنا، نحن الاشخاص اللي قدمنا على هي الوظيفه حتفوت على بروفايلنا وتشوف هل المتطلبات اللي هن طالبينها موجودين، حتطلع على الخبرات السكيلز اللي انا حكيت عنها. في ناس عم تاكد انه احنا فعلا خبيرين بهذا المجال. في السكشن اللي خاصه بالريكومنديشن اللي هو التوصيات، اذا موجود هذا السكشن هو كثير مهم ببروفايل تبعنا. نحن اذا عندنا توصيه من اذا كنا مثلا طبيب، اوكي اخذ توصيه ممكن من مديره بالمشفى، او اخذ توصيه من دكتوره بالجامعه، او من حدا شخص دكتور بروفيشنال كان عم يشتغل معه بروفيسور. فكلها هي بتعمل ميزات اضافيه لحتى الشركات تكون مهتمه كثير انه هي تبحث بالبروفايل تبعك وتاخذك لها. يعني لكل اكونت يمكن منار في شروط معينه لاستخدامه، وفي شروط محظوره لاستخدامه، يعني في حال صار سوء استخدام فبيتم حظر. يعني شو الشروط اللي موجوده بمحرك هذا البحث؟ هلا بما انه هذا الموقع مختص بمجال الاعمال، فكل الاشخاص عم يفوتوا عم يبحثوا عن شغل. يعني مو من مصلحه حدا يعمل فيك اكونت، والا اوكي عملت فيك اكونت. لا ممكن يكون عم يتجسس الشركات على بعضهم ممكن. ايه هلا هي بترجع بقى للبرايفسي تبع الشركات، هي حابه تطرح معلومات عن شغلها، عن البروجكتس اللي عم تشتغلها اما لا. هلا بس فيها ميزه لينكد ان انه انا شخص عملت بروفايل لإلي وبلشت اعمل كونكشن، مثل ابعت اد للاشخاص، اذا ما توافق لي على، يعني اذا قوبلت بالرفض دائما انه اغنور او رفض لطلب الكونكشن، هذا بيستدعي من شركه لينكد ان انه تسكر له البروفايل تبعه. معناته انت شخص غير مرغوب فيك. نعم. بصفحه لحتى الاشخاص ما عم ترضى تعمل كونكشن معه. وكل شخص بدي يرضى يعمل كونكشن مع حدا ثاني رح يدرسه مزبوط، يعني هل هو بيفيدني انه يكون ضمن دائره شبكه العلاقات تبعيتي المهنيه. نعم. اما لا.
فهذا شيء مهم. نعم منار، بختام حديثنا اليوم ضوينا على موقع مهم لحتى كل حدا يطور حاله ويلاقي حاله بعمل ما بحاجة له. نصائح أخيرة؟ نصائح أخيرة، نفوت على الموقع نعمل حساب لإلنا، شيء كتير مهم لإلنا. إذا ما كنا حابين نحصل على فرصة عمل جديدة، وأكيد كلنا حابين، على القليل نكون أبديتد بالمعلومات. نحاول إنه نجذب عنا ايجنتس مهمين، لأنه الايجنت أو الشخص اللي بدي يبحث عن موظف لإله جديد كتير مهم لإله. إذا بفوت على جوجل بيعمل سيرش على اسمك وبيشوف عندك أكاونت على لينكدين، بيعطيه يعني بوزيتيف امبريشن، يعني بيعطيه انطباع إيجابي كتير، معناتها شخص مهتم، شخص متابع. كتير مهم تضلك على تواصل مع أصدقائك كلي ضمن مجال عملك، أو ممكن تتعرف على خبراء تحصل منهم على معلومة. والشيء اللي كتير مهم إنه رح أحكي إنه نحن بلينكد إن إحنا قادرين نطرح تساؤل أو مشكلة حصلت معنا بعملنا ونحصل على إجابة عنا ببلاش. يعني أنا رح أتوجه بسؤال بلينكد إن، فيني أطرح أي سؤال ولاقي الناس المختصين يجاوبوني على تساؤلي، حتى ممكن يكونوا هني واجهوا المشكلة نفسها اللي أنا عم ببحث عنها، أو شخص خبير بهذا المجال ممكن يعطيني المعلومة. على غير إذا أنا فتت على جوجل وعملت سيرتش عنها لهي المعلومة فبيعطيني إياها متشعبة. تماماً. أوكي؟ بس هون مختصة. بدنا نشكرك كثير مهندسة منارة قسام يعني على المعلومات اللي فتينا فيها اليوم، وأكيد استفادوا منها كل مشاهدينا بعالم التكنولوجيا، العالم الخطير خلينا نقول والواسع. صحيح. ميرسي كثير لك منار، شكرا على الإضاءة على موقع جديد بفيد الكل. ميرسي لك. ميرسي. أهلا وسهلا فيكي.